السلام عليكم تكررت في الأشهر الأخيرة تساؤلات المراقبين والمحليين والدوليين عن سبب عدم عودة هادي إلى عدن منذ فبراير الماضي ارتفعت أصوات اليمنيين ماذا يفعل الرئيس في مدينة عربية والبلد تمر بحرب وأوضاع مأساوية تتطلب حل كثير من الملفات العالقة نشطاء وسياسيون يقولون منذ أشهر إن رئيس هادي رهن, الإق... رهن الإقامة الجبرية في الرياض وبالامس نشرت وكاله اسوشيتد بريس الامريكيه معلومات تؤكد انه ممنوع من قبل النظام السعودي من العوده الى اليمن، وقال تقرير الوكاله ان الرئيس هادي وابنيه ووزراء وعسكريين في حكومته ممنوعون من العوده الى عدن، وان هذه الخطوه تمت بالاتفاق مع النظام الاماراتي المعروف بعدائه للرئيس هادي ورفض سلطته في العاصمه عدن والمناطق المحرره. ونقل الموقع عن مسؤول يمني أن الرئيس هادي أعيد من مطار الملك خالد عندما أراد العودة إلى عدن في أغسطس الماضي. إذاً لماذا يحتفظ النظام السعودي على يتحفظ النظام السعودي على الرئيس هادي في الرياض؟ وهل تدخل التحالف لتقوية الرئيس هادي وشرعيته أم لإضعافه وإسقاط شرعيته لصالح جماعات يتم تهجينها حالياً؟ هل تخاف أبو ظبي والرياض من هادي أم من مشروعه الاتحادي؟ وأخيراً لماذا لا يضغط هذه على التحالف وحتى يبدي أي امتعاض من هذا الوضع المشلول في اليمن؟ هل سيصمت اليوم مثلما صمت في عمران؟ أعزائنا المشاهدين سنناقش هذه الأسئلة وغيرها في مسائنا اليمني لهذه الليلة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ شوقي القاضي عضو البرلمان اليمني مساء الخير أستاذ شوقي. أهلاً بك معنا في هذه الحلقة وبدايةً دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الرئيس هادي رهن الاقامه الجبريه بالسعوديه هكذا قالت وكاله الاسوشيتد بيريس الامريكيه ان السعوديه منعت الرئيس وابنيه ووزراء وعسكريين من العوده الى بلادهم مؤكده انهم رهن الاقامه الجبريه في خبر تم تناوله باعتباره احد عجائب الدبلوماسيه العربيه وما اكثر عجائبها غياب الرئيس هادي بعد هذا الخبر تحول من الغياب الى التغييب خصوصا بعد الجدل الدائر حول اسباب غياب المؤسسه الرئاسيه في الداخل اليمني منذ منع طائره الرئاسه من الهبوط في مطار عدن وتنامي الجدل حول موقف التحالف العربي المريب ازاء الرئاسه اليمنيه التي تشكل الغطاء الشرعي للدوله وللتدخل العربي في اليمن لم تفصح المؤسسه الرئاسيه عن اي موقف ولم تقطع الشك باليقين لتقول شيئا ازاء الجدل الدائر منذ اشهر وربما هي الاخرى في موقف لا يحسد عليه إذا ما تحدثنا عن تجريدها من الموقف السياسي وتحويلها من لاعب أساسي في الشأن اليمني للاعب في دكة الاحتياط ينتظر تعليمات المدرب الحد من صلاحيات الرئيس هادي وتعطيل فعالية القرار الرئاسي بات واضحا للعيان خصوصا أن أهم القرارات الرئاسية الأخيرة تم عرقلتها والتي تمثلت في تغيير محافظ عدن وبات الفراغ في السلطة المحلية لعدن يمثل صورة مصغرة لفراغ المؤسسة الرئاسية في العاصمة المؤقتة بحسب متابعين فإن لي ذراع الشرعية من التحالف العربي له انعكاساته على اللحظة اليمنية الراهنة وتأثيراته المستقبلية أيضاً فالتحالف الذي رفع لافتة الشرعية بات هو الآخر يضع عصاه الغليظة في عجلة الشرعية وهي التي وضعت ظهرها المكشوف لمن تسميهم بالأشقاء ولم تحصل منهم إلا على الشقاء والسخط الشعبي وآخرها وضع رئيس البلاد رهن الإقامة الجبرية ردود الجانب السعودي بخصوص ما نشرته الوكالة الأمريكية وتداولته وسائل الإعلام اليمنية والعربية لم يتضح بعد قد يكتفي بالصمت وربما لا اكتراث كما هو المسلك المعتاد عليه من اللحظة التي ارتفع فيها صوت اليمني ضد تصرف الإمارات الذي يمس كيان الدولة اليمنية وضعت السعودية إذنا من طين وإذنا من عجين إذا أستاذ شوقي بداية يعني دعنا نتحدث عما نشرته الوكالة الأمريكية والتي كشفت ما كان يردده الكثير من الناشطون والسياسيون أيضا أن الرئيس هذه رهن الإقامة الجبرية في الرياض وأنه ممنوع من العودة إلى عدن مرايك شكرا جزيلا أختي آسيا وبداية أنا أريد فقط أن أؤكد بأن تحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية رحب به اليمنيون لانه جاء بمواعيد ووعود وجزم لاستعاده الدوله انهاء الانقلاب استعاده الدوله وتعزيز الشرعيه والمشروعيه في البلد وكذلك لبناء للتعاون مع اليمنيين لبناء اليمن الاتحادي وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولهذا رحب اليمنيون بذلك ايما أيوة ترحيب. وبدأ التحالف في 26 مارس 2015 بما سمي بعاصفه الحزم، وانجز بعض النقاط لصالح اليمنيين ايضا، يعني لا نستطيع ان نبدا باي نكران. ضرب تماما موضوع الطيران الانقلابي، وقد كان بدأ الانقلابيون يستخدموا الطيران، وتعرفون انه بدأ اول غاره في المعاشيق وهذا يعتبر نصر من الانتصارات التي تعاون التحالف مع اليمنيين بها لأنه نعم لولا وقف هذا في طريق النصر نعم لا أنا أقصد هذه أمور ينبغي أن نتذكرها جيدا إلى أين أين بالضبط نقاط القوة وأين نقاط الضعف نعم ولولا هذا الوقف للطيران لا كان مصير اليمن مثل مصير سوريا مدمرة سوريا تماما لأن بشار الأسد استفرد بالطيران الامر الثاني تعاونت يعني التحالف دعم الجيش الوطني والمقاومه وبالتالي استطاع اليمنيون ان يحرروا جزءا كبيرا من محافظاتهم، استطاع اليمنيون ان يدحروا ويقهقروا الانقلابيين الى غير ذلك، لكن بدات هناك اشياء صار فيها شيء من الريبه. الامر الاول التاخر في حسم المعركه في محافظه تعز. الامر الثاني فيما يتعلق بالمرتبات، الامر الثالث فيما يتعلق بإنهاء وجود الشرعية في محافظة عدن وأنا اخترت هذه العبارات وأنا أقصدها بدأ الرئيس هادي يعمل في إطار عدن محافظة عدن والمحافظات المحررة وكان ينزل ما بين الحين والآخر عين محافظا لمحافظة عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي الذي لم رأى فيه اليمنيون صورة مشرقة لتعزيز عمل الشرعية نفاجأ بعد ذلك أن المفلحي يطرد من عدن ويمنع من دخول حتى المحافظة أه نفاجأ بعد ذلك أن سلطات الدولة ومؤسسات الدولة والشرعية أه تلغى تماما وتستبدل بكيانات مليشاوية أخرى عليها أكثر من علامة استفهام لا تتبع الشرعية مطلقا أه هي أقرب إلى مليشيات مدعومة من هذا الطرف أو ذاك أه باختصار بدأت الريبة هنا أه يعني أه تشكك اليمنيين في إلى أين يقود التحالف اليمن إلى أين اليمن؟ تقاد عن طريق التحالف، هل هناك مشروعات مشبوهة يراد إمضاؤها وإجراؤها مع كيانات لا تمثل الشرعية والمشروعية في البلد؟ بدليل إذا كانت الرئاسة وإذا كانت الحكومة وإذا كان البرلمان مغيب تماما فيما يتعلق بالمحافظات المحررة أقصد العاصمة عدن وحضرموت، ما الذي بقى بالضبط؟ من الذي الآن يجري أي تفاوض أو أي عمل؟ لنا نحن نقرا عن طريق الصحف ونقرا عن طريق مواقع الاتصال نقرا كثير من الاخبار المشبوهه المريبه ونتساءل اين مؤسسات الدوله بالتحديد وبالتالي الامر فيه في اطار الريبه لكن استاذ انا دعيني هنا اقول من باب حسن الظن لا اعتقد مطلقا ان المملكه العربيه السعوديه وانا عندما اقول التحالف اعني المملكه العربيه السعوديه اليمنيون لم يثقوا باحد عدا المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي التي اتت بعد ذلك بما سمي بالتحالف. إذا الثقة التي أعطاها اليمنيون للمملكة العربية السعودية لا أظن مطلقا لأكثر من سبب أن المملكة العربية السعودية تقدم على هذه الخطوة التي جاء في خبر الصحيفة لأكثر من سبب، السبب الأول لا يمكن أن تنكث عهودها وبالتالي ستفقد مصداقيتها على مدار التاريخ. يعني هذه جريمة بكل المقاييس. على افتراض لكن إذا... هناك يعني استاذ شوقي اذا ما ارادوا التلاعب بالوضع السياسي هناك امور يستطيعون تجميل بها الوضع ان يعلن استقالته كما فعل الحريري من الرياض وهذا امر سيقول لك هل نجبره على وهو لم يعد يريد رأس يعني هناك امور تحدث تحت الطاوله وتجمل الحال وهي تمشي يعني ربما عكس التيار المراد له او الذي اراده اليمنيون يوما ما إيه لكن الشرعية الآن اه ارتبطت أولا لم تكن لم تعد الشرعية فقط مرتبطة بالرئيس هادي الرئيس هادي لنا عليه كثير من الملحوظات كيمنيين وكأعضاء برلمان وكسياسيين وكحالمين بعودة الدولة والشرعية لنا عليه كثير من الملحوظات ولأداء وعلى أدائه وعلى أداء مؤسساته لكن ما عادت الشرعية الآن فقط لا غير ممثلة بالرئيس هادي ارتبطت الشرعية في اليمن تشابكت الشرعيه في اليمن فصار الرئيس هادي راس حربتها الشرعيه تعني الان تعني الرئيس هادي اولا للتوافق الذي حصل عليه وللمبادره الخليجيه التي افضت الى انتخابه ولاكثر من مكون من المكونات التي الامر الثاني الشرعيه الان تعني توافق الاحزاب الفاعله في اليمن على اتخاذ القرار الشرعيه تعني الان الحكومه التي شكلت بطريقه معينه الشرعيه باليمن تعني ايضا تحقيق الاهداف التي بموجبها دخل التحالف اليمن الشرعيه في اليمن تعني مخرجات مؤتمر الحوار الوطني يعني باختصار عندما نقول الشرعيه لا نقصد الرئيس هادي ومن ثم يخطف الرئيس هادي من الشرعيه فتنهار البنى كلها ويدخلون في اي يعني اجراءات او لا الشرعية تعني سلسلة من الأمور الواضحة لدى الشعب اليمني يعني الشرعية بالنسبة للسياسيين اليمنيين واضحة محاورها وبنودها تماما أي انحراف عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على سبيل المثال معناه نكوص و انحراف عن الشرعية أي خلال برئاسة الرئيس هذه في هذه المرحلة واختيار رئيس آخر بناء على أجندات أخرى تعمل من تحت الطاولة ليس باتفاق القوى السياسية الفاعلة والجيش الوطني والمقاومة الحرة التي تقدم التضحيات في الأرض أي انحراف في هذه على هذه الأطر انما هو انحراف عن الشرعيه بمجملها. اذا دعني اتفق معك ان السعوديه يعني لن تخطئ هذا الخطا وتنقص بهذا بهذه العهود لانها يعني وصمه تاريخيه كما وسبب اخر استاذ معليش. نعم. السعوديه اليوم ليست ناقصه اعداء. السعوديه اليوم يتكالب عليها نهارا جهارا وبوضوح. فهل يمكن للقياده السعوديه وللحكومه السياديه السعوديه وللملك والامراء السعوديين ان يقدموا على هذه الخطوه لينهوا اخر ربما جبهه قد تصطف معهم لا سمح الله إذا ما دخلت المملكة العربية السعودية في أطر إذا يعني هي. فسر لي إذا أستاذ شوقي منذ فبراير الماضي حوالي تسعة أشهر الرئيس لم يعد إلى أرض الوطن البلد تمر في حالة حرب ربما كان وجوده احتياج غير عادي في تلك الفترة المفلحي أيضا كمحافظ لعدن بقية الحكومة وعودة الشرعية فعليا إلى عدن ما مصلحة الرياض؟ من عدم عودة هذه والشراء أنا أريد أن أصحح فقط نقطة مهمة أنا لا, يمكن لا أفسر أنا بالعكس أتساءل لكن يعني فقط من باب حسن الظن لا أظن مطلقا أن تخدم المملكة العربية السعودية على ما اتهمت به يعني بهذه الأمور وبالتالي أنا اليوم على سبيل المثال أنزلت على صفحتي ما الذي سيبرئ المملكة العربية السعودية من هذه التهمة اليوم يعني المملكة العربية السعودية كرأس حربة للتحالف على مرمى الاتهام السياسي والاعلامي انها يعني تعتقل الرئيس هادي وتجعله يقيم الان في الاقامه الجبريه لتدحض المملكه العربيه السعوديه، كل هذه الشبهات وكل هذه الاتهامات نفترض والمزاعم ان شاء الله تكون عليها الان ان تبادر الى ما يلي، واحد عليها الان تستعجل خلال ايام واسابيع فقط، ليست خلال سنين. اولا بعوده المحافظ المفلحي بكامل أجهزته وبكامل حراساته وبكامل هيئاته إلى المحافظة عدن ثانيا إنهاء كل الإزدواجية في محافظة عدن وخاصة فيما يتعلق بالعمل العسكري والأمني والإداري يعني انتهاء من هذه الميليشيات وضمها على سبيل المثال إلى مؤسسات الدولة ثالثا رفض البنك المركزي بموازنات يستطيع أن يفي بالتزامه تجاه مؤسسات الدولة رابعا عوده الحكومه المتسارعه وبكامل وزرائها ومؤسساتها لتبدا عملها لاداره المحافظات المحرره، ومن ثم تاتي النقطه الخامسه وهي عوده الرئيس. عوده الرئيس كشخص لا اعتقد مطلقا انه يسبق عوده المحافظ وعوده الرئيس الوزراء والوزراء، لماذا؟ لان الحكومه هي الاصل الان هي التي تبدا العمل. وتهيئ الظروف بعد ذلك عودة الرئيس سيكون متمما لهذه الأمور لكن الخطورة الآن أنه اجتثت الآن قرفت كل مؤسسات الشرعية من محافظة عدن وآخرها كنا نؤمل على بقاء رئيس الوزراء ولكن تعرفون ما الذي حدث أخيرا ثم ما الذي حدث الآن قبل يومين فيما يتعلق ب دعني أناقشك يعني بعض النقاط التي طرحتها أستاذ شوقي يعني تحدثت عن ازدواجية حاصلة في المحافظات المحررة برأيك لما حدثت هذه الازدواجية من أساسها؟ حدثت لي أن صف التحالف أعتقد لأسباب أهمها ربما سببان أو ثلاثة أسباب السبب الأول أن مكون التحالف نفسه يبدو أنه متناقض في اجنداته تجاه اليمن. تداخلت الاجندات ولهذا نتابع اخبار مريبه مخيفه في انهم ان هناك اجندات اخرى تبتعد باليمن من اليمن الاتحادي ومن تعزيز شرعيه الدوله ومن التحرر ومن البدء بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اذا ما بدا يعني ما ما تم التحرر والتحرير من من الانقلابيين. السبب الاول هذا هو ان صف التحالف بدا واضحا انه فيه أكثر من مكون وأكثر من أجندة السبب الثاني للأسف أداء الشرعية الضعيف ابتداء شرعية وهذه من اللوم الذي نعاتب به الأخ الرئيس ونعاتب به أيضا الحكومة لو أنها فور تحرير تلك المحافظات أوجدت عملها وجدت بقوة وحضرت بقوة لما يعني تسنى لأي أجندة أخرى أن تعبث كل هذا العبث السبب الثالث والاخير وهو قصدي من الاسباب انه يعني للاسف نشاهد ارتباك في تحقيق اهداف التدخل التحالف خاصه من الاخوه في المملكه العربيه السعوديه ولهذا عندما نعاتب المملكه العربيه السعوديه عندما نشيد بها نشيد بالتحالف انما نشيد المملكة وعندما نعاتبها نعاتبها لانها هي التي اعطاها اليمنيون الثقه ولهذا هذه بعض الأسباب وربما هناك أسباب أخرى في أنه لماذا لم يتعزز حضور الشرعية في نعم المحافظات الدنيا يعني ألا تجد أستاذ شوقي أن حسن الظن الذي وضعته مبالغ به والنقاط التي طرحتها ضرب من الخيال إن صح لي القول لأنه لو كان هذه نية التحالف لما تأخرت حتى الآن خاصة في مسألة دعم البنك المركزي فتح مطار عدن وسيئون فتح يعني دعم الحكومه وعودتها عوده الرئيس هادي من على ازدواجه كل هذه النقاط بدي هي كانت ما يعني ظلت اجنده التحالف كما هي عليه نحن نعلم جميعا ان هناك تقاطع كبير بين اجندتي الامارات والسعوديه هل يمكن للسعوديه ان تقوم بكل هذه النقاط التي طرحتها بوجود الامارات والله الكره الان في ملعبها الكره الان في ملعب المملكه العربيه السعوديه بالتحديد ان تثبت اما ان تثبت أنها فعلا كانت لأن هناك كان تفسير طبعا كان هناك من يدافع عن الإخوة في المملكة العربية السعودية بتفسير أن السعودية لا تريد أن تفقد الإمارات في هذا التحالف الذي قد تفكك من خلال يعني بعض الدول التي ما عادت تقدم شيئا للتحالف حقيقة يعني ولهذا كان الناس يحسنون الظن ولا زالوا حسنوا الظن مدرسة من المدارس أن المملكة العربية السعودية لا تريد أن تخسر خاصة بعد أزمة قطر، لا تريد أن تخسر الإمارات مع أن الإمارات تلعب لعبها بطريقة أو بأخرى، يتفق الناس معها أو يختلفون، لكن هي أحيانا تعمل خارج إطار ما يريده اليمنيون من وعود يعني من التحالف. ولهذا كان هنا حسن الظن بدأ. الآن الأمور بدأت تتكشف أكثر، اتضحت كثيرا، الكرة الآن في ملعب الأخوة في المملكة العربية السعودية بالتحديد. إذا ما بدأوا بهذه الإجراءات بدءًا بعودة المحافظ والحكومة والبنك المركزي وإنهاء الإزدواجية في محافظة عدن، عدن اليوم محطمة، عدن اليوم منهارة كل خدماتها، ولهذا الآن تجدي أجندة أخرى نشأت في عدن فيما يتعلق بالاعتصامات المطلبية، وبصراحة نحن مع مطالب الإخوة أو المواطنين بدءًا بالكهرباء، عدن لا تطاق حرارتها، المجاري في بعض المناطق وانا على تواصل مع بعض الاخوه في عدن قد سفحت الى درجه انها دخلت الادوار الاولى. ما عاد هناك حتى عمال مجاري ولا صرف صحي، وبالتالي الامور تست لصالح من؟ من الذي يهيئ في لهذه الامور؟ اعتقد ان من زرع الحزام الامني ودعمه كمليشيا وليس كمؤسسه دوله، بدليل ان الحزام الامني لا يتبع مطلقا اي مؤسسات الدوله هو يتبع جهه جهه معينه من زرع الحزام الامني هو الذي يحارب الشرعيه الاخوه عندما نعاتب الاخوه في المملكه العربيه السعوديه يردون علينا بهذه بهذا النغمه ان هذه تصرفات ربما فرديه سنعمل على تجاوزها اليوم صار الامر مكشوف والمية كما يقال تكذب الغطاس اليوم المملكه العربيه السعوديه في المحك اما انها فعلا تسعى الى تحقيق اهداف عاصفه الحزم والامل والوعود التي قطعتها على لليمنيين من عوده الشرعيه انهاء الانقلاب تعزيز مؤسسات الدوله والبدء بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واما ان المملكه العربيه السعوديه صارت هي المتهمه في الانحراف مم. بهذه الامور اذا نسمح لنا ان ننضم معنا عبر الهاتف الاستاذ مختار حبيب مستشار وزير الاعلام من القاهره مساء الخير استاذ مختار اهلا وسهلا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا وعلى ضيوفك الكرام جميعا اهلا بك معنا استاذ مختار وبدايه اسوشيتد بريس تقول ان الرئيس هادي رهن الاقامه الجبريه كما تبعت في الاخبار والرياض تمنعه من العوده الى عدن ما مصلحه الرياض من بقاء هادي لديهم في وعدم عودته الى عدن برايك؟ اولا من حيث اساس المعلومه المعلومه أه لا اعتقد انها معلومه صحيحه من خلال معرفتي ومن خلال المعلومات التي نحصل عليها من الحكومه ومن مكتب رئيس الجمهوريه ان رئيس الجمهوريه ليس تحت الاقامه الجبريه وعلاقته مع المملكه العربيه السعوديه لم تصل الى هذه الدرجه حتى يتم وضعه تحت الاقامه الجبريه في الاول والاخير هو رئيس الجمهوريه هو الذي طلب من التحالف العربي ان يتدخل في اليمن وبالتالي هو من يستطيع ايقاف التحالف وهو ايضا الذي يمتلك مشروعيه الحرب واستمراريه الحرب فعلاقته مع المملكه علاقه متميزه وعلاقه ايجابيه والمملكه العربيه السعوديه تكون له كل الاحترام والتقدير وهو يحظى برعايه كامله من المملكة نعم اذا استاذ مختار يعني ربما لا نشكك بمدى العلاقه الطيبه بين الرئيس هادي والمملكه العربيه السعوديه ونعم وانه يحظى ب تسمعني؟ نعم اسمعك نعم, نعم. قلت لك ربما لن نشكك بكل هذا ولكن يعني حسب الوكالة أستاذ مختار يعني أشارت إلى أن كل ذلك هو بسبب العداء الذي تكونه ربما الإمارات على الرئيس هادي فبالتالي يعني السعودية تريد أن تكون حلا وسطا بعدم عودة الرئيس هذه إلى عدن لكي لا تغضب الإمارات وبنفس الوقت هو يحظى برعاية كريمة كما تفضلت في السعودية ما رأيك؟ نعم هذا هذا موضوع آخر بالفعل علاقته مع الإمارات علاقة متوترة علاقة سيئة الإمارات استهدفت رئيس الجمهورية من خلال الإعلام أساءت له بل أن وزير الدولة أساء وزير الدولة الإماراتي قرقاش أساء الرئيس الجمهورية بشكل مباشر ايضا محسوبين على الامارات وعلى دوله الامارات أساؤوا الرئيس والعلاقه متازمه بل انها وصلت الى مرحله نعتقد انها مرحله آآ 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 مرحله متقدمه من الخلاف ولم يصل رئيس الجمهوريه معهم الى حل بالتالي الحديث على انه هناك ان هذه الخلافات هي سبب تاخر وجود رئيس الجمهوريه في عدن هذا شيء اعتقد انه صحيح والجميع يعرف ان من يتحكم من يتحكم بامن مدينه عدن هي الامارات ومن خلال الميليشيات إذن ما الفرق؟ أستاذ يعني أنت تختلف معي فقط في المصطلحات ولكن الواقع هو يو يعني يوصلنا إلى نفس الطريق يعني مسألة إقامة جبرية عن عدم عودته إلى عدن ما الفرق؟ لا يستطيع لا العودة لا لا إلى عدن إذا يعني يستطيع أن يسافر إلى القاهرة يستطيع أن يسافر هذا أمر آخر نحن لماذا لا يعود إلى عدن إلى المناطق المحررة الخبر قال أنه تحت الإقامة الجبرية وتحت الإقامة الجبرية يعني أنه لا يستطيع أن يتحرك حريته مقيدة ربما هذا هذا ما حصلت عليه من معلومات يعني إذ أشارت الوكالة بأنه ذهب إلى المطار الملك خالد وأعيد من هناك وكان يريد العودة إلى عدن بكل تأكيد أن رئيس الجمهورية أعلن من أعلن بنفسه من خلال مقابلة مع صحيفة القدس العربي اللندنية أعلن أنه سيعود من الامم المتحده من المشاركه في الجمعيه العامه للامم المتحده وسيعود مباشره الى عدن بالتالي لماذا لم يعود ما الذي حصل هذا شيء اخر وهذا بالفعل ناتج عن العلاقه المتازمه مع الامارات وان الامارات هي التي تتحكم بالملف الامني وان هناك تخوفات امنيه من عودته او ان تواجد رئيس الحكومه وتواجد رئيس الجمهوريه في مدينه عدن اعتقد انه سيكون له اثار او اشكاليه امنيه هو وحفاظا على سلامته و نعم اذا استاذ مختار يعني سؤال اخر وكونكم يعني مستشارين اعلاميين لوزاره الاعلام وبالتالي انتم اعلام الحكومه، لما لا يظهر الرئيس هادي على الاعلام اليمني يخاطب شعبه، يوضح لهم الكثير من المسائل الغامضه، يوضح لهم عدم عو... اسباب عدم عودته الى عدن، يطمئنهم، يعني كلما ظهر الرئيس هادي يشعرنا انه فقد الذاكره عند خروجه من عدن وانتهت الاحداث الى هناك، وكان لا جديد حدث في البلاد طاردونا وهربنا إلى عدن وخرجت للسعودية يعني سيناريو متوقف عند لحظة زمنية معينة لما لا يحدث تحديث للأحداث اللي يحدث به الناس رئيس الجمهوريه يخرج في معظم اذا لم تكن في كل المناسبات الوطنيه وفي كل المناسبات الآن نحن في ظرف حرب استاذ لا استاذ لا مختار لا, 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 لا ننتظر عيد 26 سبتمبر علشان يخرج الرئيس يقول لي كلمه بمناسبه عيد 26 سبتمبر على الاقل لديه في الاسبوع كلمه ان لم يكن شهريا يعني باقل القليل يحدث الناس اخر الاخبار يطمئنهم ما هي الخطوات القادمه للحكومه يشعرهم ان لديهم حكومه يا اخي تتحدث باسمهم نعم اختي إذا خلال شهرين فقط كان هناك لقاء مطول مع ال القدس العربي، بعدها مباشرة كان هناك لقاء مباشرة لقاء مطول مع صحيفة الباب كان هناك لقاء أيضا مع الشرق الأوسط، كان هناك لقاء مع قناة العربية. ربما ربما لا تود أن تفهمني أستاذ مختار، يعني أولاً يعني اللقاءات تختلف تماماً عن الخروج للناس للحديث معهم لشعبه ليحدثهم مباشرة. آه يعني آه لا ادري هل وصلت فكرتي ام لا، يعني هناك فرق بين الـ الـ ما اطرحه لك. آه عموما استاذ آه مختار اخيرا يعني برايك هل الوضع الداخلي في آه السعوديه علاقه بقرار بقاء الرئيس هادي في آه الرياض؟ آه بالنسبه تقصدين ما حصل مؤخرا في المملكه العربيه السعوديه؟ نعم أه لا اعتقد ان ما حصل في المنطقه السعوديه سيؤثر لكن الازمه الخليجيه اثرت بشكل كبير ايضا على الملف اليمني وهنا هنا ما اثر هي الازمه الخليجيه وليس ما حصل في المملكه العربيه السعوديه في الفتره الاخيره من قرارات واقالات هذا هذا ما نعم اسمح لي استاذ مختار ان اعتذر منك هناك يعني مشكله في الصوت من المصدر شكرا جزيلا لوجودك معنا مختار رحبي مستشار وزير الاعلام كنت معنا عبر الهاتف من القاهره تعليقك استاذ شوقي يبدو ان الاستاذ مختار كما انا ايضا الان وضعتينا يا استاذ اسيا في زاويه حرجه يعني. هناك اشياء نحن متفقون عليها هناك اشياء لا نستطيع ان نجيب عليها المحرج الان لكل من يريد أن يدافع عن المشهد أو يحسن الظن يعني الدفاع ليس هنا لا, لا نعني به التزلف ولا النفاق الدفاع من باب حسن الظن لأن الأمور ليست واضحة مئة في المئة كمعلومات هي كلها عبارة عن فمن يقف في هذا الموقف تحرقه الأسئلة التالية يحرقه السؤال الأول لماذا أعيد رئيس الجمهورية من المطار يحرقه السؤال الثاني لماذا طرد محافظ عدن المعين من رئيس الجمهورية تحرجه ايضا لماذا منعت طائره الرؤوس من الرئيس من الهبوط تحرجه ايضا لماذا طائره المرتبات لم تنزل يعني باختصار مهما اردنا ان نقول ونحن لازلنا نحسن الظن بالاخوة في المملكه العربيه السعوديه ان الان ان الاوان الان لكشف الحقائق ووضوحها ولتبني مواقف واضحه ابيض واسود كما يقال الرماديه التي يعيشها النظام السعودي الان لاي سبب كان قد يكون سبب سياسه كما يقال ومرونه مع شركائه في التحالف لكي يحقق اهدافه بعيدا عن اي تفكك قادم، لكن كل هذه الامور كل هذه الرماديه كل هذا عدم الوضوح سيؤدي بنا الى ان تصبح حقيقه من الحقائق، اذا استمر الوضع كما هو في عدن، اذا استمرت الميليشيا هي التي تحكم عدن، اذا استمر الرئيس غائبا عن المشهد، اذا استمرت الحكومه ايضا مغيبه، اذا استمر البرلمان ايضا مقصي تماما عن المشهد. نعم وبعد ذكرك للبرلمان استاذ شوقي يعني انت احد اعضاء البرلمان الذين كنتم متواجدين في السعوديه ربما اقتربتم كثيرا من المشهد تستطيع ان تصف لنا ما هو الوضع فعليا في الرياض هل هناك يعني اشبه بالعزله هل هناك يعني حتى أنا اشيع في تلك الفتره انه سحبت منكم الجوازات وانكم تحت الاقامه الجبريه يعني هل, هل هذا مجرد يعني اخبار اعلاميه تصل للناس لا صحه لها وبالتالي ينعكس الامر كذلك على ما يحدث للرئيس هذه الان يعني آه الخبر الذي اشيع وتواصل معي بعض الاعلاميين انه سحبت مننا الجوازات طبعا انا من النوع الواضح جدا يعني ما عندي هذا كلام ليس صحيح مطلقا جوازاتنا كانت في جيوبنا ونستطيع ان نغادر وكان بعض النواب يغادرون بعضهم كان يغادر خلال كل اسبوع يغادر مره الى الاردن يغادر الى القاهره يغادر بعضهم الى الامارات بعضهم يغادر الى اماكن اخرى ما ليست هناك مشكله بعض النواب غادروا الى هنا الى تركيا وعادوا ليس صحيح الخبر مطلقا لكن هل هذه المؤسسات في المملكه العربيه السعوديه واقصد بها مؤسسات الشرعيه هل هي فاعله للاسف التحالف خص المملكة العربية السعودية عطل الشرعية تماما ربما كانوا يظنوا أنها عبارة عن نزهة لمدة أسبوع أسبوعين أو شهر سنستضيفهم فيها سنستضيفهم ونريح بالهم تماما ونقول لهم لا تحملوا هما نحن سنصفي الانقلاب اليوم طال الانقلاب اليوم اقتربنا من الثلاث سنوات اليوم تعطلت أجهزة الدولة والشرعية، على سبيل المثال البرلمان لم يذكر إلا في اللحظات الأخيرة وذكر باجتماع يتيم ثم انفض المولد يعني للأسف بلا أي نتيجة، الآن ربما في خبر آخر لاجتماع البرلمان ثاني مرة، إن كان من هذه الاجتماعات فهذا أمر لا يعزز لا. مطلقا. الدولة أيضاً، الدولة نفسها كان ينبغي بمجرد ما حررت بعض المحافظات وأخص بها عدن وحضرموت ومأرب التساؤل الأخطر الآن أين الدولة في حضرموت أين الدولة في المهرة الدولة الآن عد في عدن في, عد في شيء من الزيارات نعم المكوكية ذهب وإياب, وإياب ذهب وإياب لكن الدولة تماما ليست موجودة في حضرموت تماما وحضرموت مدينة مهيئة مئة في المئة ما ليس هناك أي إشكال ولهذا نحن بصراحة أشفق على الأخ مختار كما أشفق على نفسي اننا لا نستطيع ان نجيب على هذه التساؤلات بقدر ما يجيب عليها ولماذا تكون في في مأرب يعني لماذا يعود الرئيس الى مأرب ويمارس والحكومه ايضا هناك طالما اذا كان هناك اشكاليه في عدن لم يتم حلها استطيع ان اقول ان الشرعيه مرت بثلاث مراحل المرحله الاولى اثناء بدايه الانقلاب وكانت عبارة عن تائهة تماما ومشتتة تماما وبالتالي عادت يدوب كل وزير كل مسؤول يعني كما يقال خرج من مكان لأن الإنقلابيين ارتكبوا جرائم بشعة ما كانوا انقلاب كما يفعل الإنقلابيون في أي دولة كانوا عبارة عن ميليشيات مغولية تترية تجتث كل ما أمامها حتى ما تركت لليمنيين أي فرصة لأن يحاولوا الإنقلابيين يحصل انقلاب أحيانا في أي دولة من الدول فيحصل الحوار وترتب الاوضاع وتسلم الحكومه للانقلابيين وتبقى الدوله كما هي تحت سلطه الانقلابيين هؤلاء ما كانوا انقلابيين اصلا هؤلاء كانوا عباره عن تتر خرجوا من كهوف اجتثوا كل شيء امامهم وبالتالي عاشت الشرعيه ومؤسساتها وكذلك القوى السياسيه الى درجه ان قيادات الاحزاب ربما ما كان يعرف كل واحد اين الاخر يعني كما يقال اهرب سعد فقد هلك سعيد المرحلة الثانية هي مرحلة التي فوتتها الشرعية على نفسها وهي أنه أول ما بدأ التحرير لبل المحافظات الرئيسية ما كانت الشرعية لديها مشروع أو لديها رؤية في أن تتواجد وتحضر المرحلة الثالثة هي الخطيرة وهي التي دخلت فيها أجندات جديدة الآن ومنها اجندات الاحزمه الامنيه، واجندات آه يعني تغييب الشرعيه، واجندات محاربه القوى السياسيه المتحالفه مع الشرعيه، بل المسانده 100% للشرعيه، بل المتواجد شبابها في جبهات المقاومه والدفاع عن الشرعيه ومؤسساتها ومحافظاتها، اليوم تحارب هذه القوى، يعني المرحله الثالثه هذه مرحله مرتبكه جدا وخطيره، الحل من المرحله الثالثه الان ليس بيد الشرعيه. الحل الان بيد المملكه العربيه السعوديه رقم واحد. لانها المعنيه والمسؤوله عن ذلك. الشرعيه اليوم عليها فعلا ان توحد صفها وان ترص يعني جبهاتها لتفعل شيء امام هذا التغييب لاننا نخشى من المرحله الرابعه ربما دخول السجون او التصفيات يعني آه. للاسف يعني. طيب برايك استاذ شوقي يعني بعد كل هذا هل ما زال هذه الى اليوم ورقه بيد التحالف؟ التحالف يحتاج هذه اولا. لماذا؟ لان المشروعيه اولا لا زالت بيد هذه. لكن لا نعول عليها كثيرا كما ذكر الأخ مختار أنه هذه يمنحه في مشروعية نعم كان هذا في المراحل السابقة اليوم يستطيع التحالف أن لأن الحلول السياسية اليوم صارت ترمى على طاولات التحالف بعضها بضغط وبعضها بترغيب وبعضها بترهيب إلى غير ذلك اليوم التحالف بعد أن لم يحقق ولم ينجز معركته العسكرية وربما تعاطى معها باستهتار في أحسن الأحوال أنه تعاطى معها باستهتار وتصور أنها مجاميع بسيطة ربما يستطيع أن يتغلب عليها للأسف اليوم يعني ما ما استطاع أن ينجز ما وعد حتى الوعد العسكري الذي حققه كما قال الناطق السابق باسم التحالف أنهم أنهوا الصواريخ البالستية والصواريخ الخطيرة اليوم تأتي الصواريخ مطورة وتضرب بها عواصم يعني أن ينطلق صاروخ إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بهذا البعد فما ظنك بالمدن الأخرى القريبة ولهذا اليوم الحل بيد المملكة العربية السعودية بالتحديد وليس بيد التحالف كله اليوم السعودية ينبغي أن تنقذ سمعتها اليوم السعودية ينبغي أن تنقذ أمنها اليوم السعودية ينبغي أن تنقذ حلفائها الذين ستحتاجهم يعني اليوم أو غدا نعم لنفترض سوء الظن أنت منذ الحلقة من بداية الحلقة وأنت تفترض حسن الظن فرضنا أن هذه فعليا في الإقامة الجبرية لا يستطيع التحرك ما الذي على هذه او هل يستطيع هذه ان يقدم شيء وهو تحت الاقامه الجبريه؟ هو الوضع اذا اذا اسانا الظن و و لا انا اليوم جيت وانا البس قبعات حسن الظن ممتاز يعني احدى القبعات السبع لا قلت اليوم سأ ساحسن الظن بالتحالف نعم وساحسن الظن بالسعوديه خليني احسن الظن اتمنى الا تخيب ظني يعني اتمنى يعني بيننا عشم يعني في اسوأ الاحتمال ان الرئيس هادي في طبعا سيكون عباره عن كما يقال الموقف الاخير الذي ينبغي ان يتخذه اذا ما شعر ان كل الاوراق تسحب من تحت يده واذا شعر ان الاوضاع يعني تنهار عليه ان يتخذ موقف ولو بالمصارحه او بتقديم الاستقاله هو قد لا يستطيع ان يتخذ موقف كما يقال ايجابي او مشاكس لانه في يعني, يعني في اوضاع نعم لا نتصور الامور مثاليه لكن عليه اقل شيء ان يقدم استقالته ويركن في بيته ويتحمل يعني ربما يكون هذا ما ما يراد له كل يعني الضغوط ضغوط كلها, احتمال كلها يعني احتمالات ولهذا انا اعتقد اعتقد الان ان على الرئيس هادي مع القوى السياسيه الموجوده حوار ان يفكروا جيدا ما الموقف الاسلم للشرعيه نعم المشكلة أستاذ شوقي أن من يتابع الأمر يعني يجد أن كانت الفكرة أن السعودية تدخلت كمشاركة أو كشريك لاستعادة الدولة بطلب من الرئيس هذه يعني من يتابع الأحداث يجد أنها تحولت إلى متعهد أولي أمر لهادي وحكومته يعني والتحدث باسمهم التصرف كما يراد لهم ولغت الطرف الآخر تماما أنا يتهيأ لي لو كانت ولي أمر لطالب مشاكس قليلا لرفض هذه الوصاية ويعني لا يعجب بها بشكل أو بآخر خاصة أنها وصاية للأسف الشديد تشوه من صورته أمام شعبه يعني في نهاية الأمر كم عدد الذين ما زالوا مؤمنين بهادي او بقدرته في حل مثل هكذا اشكاليه؟ استاذ هذا الكلام الذي قيل في الاعلام انه قيل ان رئيس هادي طلب يعني خلونا نتكلم كذا على وضوح يعني ربما هذا هو الغطاء الشرعي لما يحدث أوكي أوكي. يعني لاجل القصه وما فيها القصه وما فيها واضحه مثل الشمس ان المملكه العربيه السعوديه اتخذت الموقف لحمايه امنها عندما شعرت بخطوره مات الملك عبد الله، شعرت المملكه العربيه السعوديه بانها اخطات في مواقف سابقه، هي التي تواطات على تسليم المحافظات، هي التي تواطات على التامر على مع كل التقدير لما جاء بعد ذلك. اما الى ذاك الموقف فالمملكه العربيه السعوديه وبعض دول الخليج وبعض القوى الدوليه وبعض المؤسسات الدوليه والسفارات والاستخبارات كانت متواطئه على الشعب اليمني. ومكنت الحوثيين والا ما كانت تستطيع هذه الميليشيا ان تتقدم كل هذه التقدمات وتواطات ايضا مع الرئيس صالح في ان يسلم معسكراته واسلحه الدوله الى هذه المليشيات وبالتالي كان هناك تواطؤ الذي حصل ان المملكه العربيه السعوديه دخلت منذ البدايه كوصي ويحملها القانون الدولي التزامات ليست كمتعاون لا لا هي هي دخلت كمتعهد رقم واحد وبالتالي كل لماذا الان نحملها؟ يعني لماذا الآن نحمل المملكة العربية السعودية لأنها تدخلت منذ اللحظة الأولى كلاعب رئيسي يعني 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 يتحمل كل النتائج ويدعم في كل الاتجاهات لكن للأسف دخلت أجندات أخرى فانحرف المسار للتحالف فلا ندري بالضبط إلى أين تقاد اليمن وتقاد الشرعية نعم إذا ما تعليقك أستاذ شوقي على التطورات الأخيرة في المشهد السعودي وانعكاسه على إغلاق المنافذ البحرية ربما ناقشنا معك أكثر من موضوع مسألة الطيران وإغلاق المنافذ والحصار الذي تمر به البلاد يعني هل يعني هناك من يجد أن ربما الحلقة الأخيرة التي ستفرج بعضها بعدها الأمور وهناك من يجد أن الحلقة الخانقة الأخيرة التي ستخنق الشعب اليمني فيها بشكل أو بآخر بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه تعيش تعيش وضعا مرتبكا وتتابعون الاحداث في المملكه العربيه السعوديه واعتقال الامراء والى اخره الى غير ذلك من الامور هذه وضع المملكه العربيه السعوديه في هذه اللحظه يعني عليه اكثر من يعني حوله اكثر من يعني حكايه واكثر من تفسير انسحب هذا الموقف ايضا الى كثير من المشهد ومن ضمنها الى موضوع المشهد اليمني آه الموقف اليمني أيضاً للأسف كما قلنا لارتباك التحالف نفس الكلام لا تعرف بالضبط إلى أين يسير الآن كانوا يقولوا ان الحزام الامني قد سيطر على المحافظات وضبطها وضبط امنها، ثم نكتشف ان هناك لعبه جديده باقتحام البحث الجنائي وقتل عدد كبير من الناس واختطاف اخرين والى غير ذلك، وكلها يعني عباره عن مشاهد مرتبكه، وبالتالي لا تعليق سوى اننا نحمل الاخوه في المملكه العربيه السعوديه مسؤوليه التزاماتها تجاه اليمن حتى لا تدخل اليمن ايضا في متاهات اكثر يعني عنفا واكثر اما من حيث الخنق اليمنيين فاليمنيون مخنوقون الان الاوضاع المعيشيه يعني تعيسه نعم لكن مجرد ان, أن تم الاعلان بقى. اغلاق المنافذ ارتفعت الاسعار وانعدم البترول وحدثت يعني نعم أزمة اقتصادية تعرف اليمنيين يعني مجرد أن يقول هناك يخلقون الأزمة في كل في كل بلاد الدنيا يعني بمجرد الأزمات تعمل شيء من الارتباك الاقتصادي وموضوع على كل حال هناك أيضا من يفسرها وكما قلنا خلونا يعني بالنسبة للشرعية عليها الآن أن, أن تفعل شيئا، لكن خلونا الآن ننظر الأيام القادمة بالضبط، لعل هناك أيضا شيء من الفرق ربما بعد هذه الشدة من باب اشتد أزمة تنفرجي، لكن لا ندري بالضبط إلى أين تقاد اليمن، أيضا نسمع الآن أن الكونغرس الامريكي وهناك نواب الان تقدموا بمشروع لدى مؤسسه الكونغرس لمنع المملكه العربيه السعوديه من استخدام اي نوع من الاسلحه، لوقف بيع الاسلحه للمملكه العربيه الى غير ذلك، يعني باختصار كل تاخر تتاخره المملكه العربيه السعوديه والتحالف من تحرير اليمن انما سيتحول الى نقاط ضعف في ملفها الامني وفي ملف علاقاتها بالمجتمع الدولي وفي ملف ايضا خصومتها مع خصمائها التاريخيين ومضاعفه ايضا الذين يهددوها الى الان نعم, نعم. اذا شكرا جزيلا لك الاستاذ شوقي القاضي عضو البرلمان اليمني كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني اشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لن التقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعايه الله وامنه